موف موريتل تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. الأستاذ والمفتش المصطفى والقليب. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب بالمتابعين جميعا ونتمنى لهم متابعة مفيدة. بداية، شماس التعليم. هذا سؤال له شجون. التعليم يحتاج الكثير من الإصلاحات والدعم، وهو بعد عموما مازال ماشي. متى بدأتم التدريس؟ بدأت التدريس 1989 بشكل تطوعي، وأنا مازلت ندرس بالجامعة، وبدأت التدريس بشكل رسمي كأستاذ 1997. لو كلفتم بالتعليم الثانوي، من رأيك كان عندكم خطة إصلاح جاهزة للتنفيذ؟ الخطط الجاهزة دائما تعود ما هي ملائمة لأي قطاع، بل ينبغي وضع الخطة بالتشاور مع الفاعلين في التعليم. يعني بعد عندي تصور أولي ظاهر لي عنه لا يعد مفيد في إصلاح التعليم. حاسين بنظام تعليمي إقليمي ولا دولي يقتدى به؟ ظاهر لي عن الأنظمة التعليمية المحيطة بنا ما هي متباعدة مع نظامنا التعليمي، غير شبه منه أقدم منه شوي، لأنها تضع مدرسين في ظروف حسنة، رواتبهم جيدة مقارنة مع القوة الشرائية السائدة في بلدانهم، وفهم مراجعة دائمة للبرامج المناهج، وفهم اعتبار لأهل التعليم، بحيث أن الكثيرين يقبلون على هذا القطاع في هذه الدول. عندنا نحن فهم إصلاحات خلقت في المرحلة ذلك اللي نحن فيها وفي العهد اللي هو يغير مازال خاصة ياسر. لو ما كنت أستاذ للفلسفة، ش كنت له تعودوا؟ لا كنت يا الله كنت له نعود أستاذ فلسفة. لو أتيح الاختيار آخر لاخترت نفس الاختيار. خالقين بعض أساتذة الفلسفة اللي منين يتقدموا في العمر يندموا على هذا الاختيار، وعادة يقيسوا التربية الإسلامية فاخر حياتهم المهنية. بالنسبة لي أنا نعتبر عن التفكير ما هو جريمة، وعن استخدام العقل يحث عليه ديننا الحنيف، وبالتالي لا كنت لاين اختار نفس الاختيار. ما تلتحقوا عن طلابكم على الفيسبوك، كيف يصنع الأستاذ علاقة خاصة ومستمرة مع طلبته؟ هذا السؤال عين طرح لي دائما، هو نمط العلاقة بيني أنا وطلابي. أنا عادة في الفصل أوصفه بأنني حسب اللغة السائدة عني متشدد، معناه أني نضبط الفصل وطلابي نحاول هم لا ينشغلوا باللي جايين من أجله، ومع ذلك يحبون، هذا هو اللي يقولوا دروسي ويتعلقون بها، معناها عني لا نقبض لهم طريقة تربوية. هو الأستاذ منين يعود المادة قد يوصلها، يعود التلاميذ يبغوه، عودوا إذا كامل اللي كانوا هم يرغبون فيه من 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 نوع ما عدم التشدد يتسامحوا فيه ويقبلوه. الأستاذ والمعلم أفصلهما في التكوين ولا زيادة الراتب؟ فاصلين فيهم الاثنين. مقاربة فلسفية ولا رأي عبر عن حالة موريتاني درك؟ موريتاني درك ظهر لي عن المقاربات الفلسفية لا يمكن إسقاطها على حالتها، لأن خالق فيلسوف ألماني قال له هيجل يقول عن الفلسفة خلاصة روحية لحضارتها، وأنها لا تظهر إلا متأخرة بعد أن تصل الحضارة إلى قمتها، ونحن لا نزال نراوح مكاننا منذ بداية إنشاء الدولة الوطنية. نعيش زمنا دائريا تتشابه فيه الأزمنة والفترات والمراحل. برأيكم
أكثر الانتشار القبلي في الواقع ولا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هي القبيلة مؤسسة اجتماعية ولا ثلاث بعد خالقة فيها أسر من المجتمعات، يغار خالقة مجتمعات أخرى ما زالت فيها، واللي وسالها اللي وسعها تبقى تعود موجودة هو تقصير الدولة في القيام بوظيفتها، بالتالي تعود القبيلة تقوم بدور لا تقوم به الدولة. يغير التفكير القبلي، ما هو فرق بين القبيلة والقبلية. التفكير القبلي هو تمجيد القبيلة والدفاع عنها والارتباط بها أكثر من غيرها. هذا التفكير اللي عنه موجود في الواقعي وفي العالمي الافتراضي. أنا قد كنت مرة نقري تلاميذي عن الدولة في محور السياسة، وطرحت لهم سؤال، قلت لهم أنتم إلى خلق نساء بين القبيلة والدولة تختير ويهم؟ أغلبهم قال لي عنه يختار الله قبيلته، وهذا هو الغريب. مثل شعبي يعبر بالنسبة لكم عن رواد الفيسبوك في موريتانيا. لا أتذكر مثالا شعبيا، لأن مثل الشعبية السابقة على تشكيل الفيسبوك، غير بعد الفيسبوك عندي أنا بالنسبة لي يقوم بدور إيجابي في هذه المرحلة، لأنه يمارس نوعا من التنوير ونشر الوعي، والنقد اللي عيف قاع واحدين غير ما سأنا عنه لا ضروري. برأيكم موريتانيا مالها؟ هذا سؤال كبير، حتى مالها في كل المجالات ينطرح السؤال، مالها في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، المجال الاجتماعي، ظاهر لي عنها تحتاج إلى شعب واعي يشارك في قيادة التغيير والإصلاح، خارج حديث يعبر عن المرحلة اللي نحن فيها، كما تكونون يولى عليكم. احنا ما نقدر نعود مجتمع متخلف، مجتمع قبلي وفيه ياسر من الأنانية، وكل حد يسعى فيها لا لمصلحته الشخصية، وتعود عندنا أنظمة تغير هذا النهج مع بعض. الحمد لله الفترة لها في محاولة للتغيير والإصلاح. بالنسبة لكم، هل بدأ المجتمع بمراجعة بعض عاداته؟ لا أعتقد ذلك، أعتقد عن فهم مسار تاريخي لا بد من يخلق فيه تحولات وتجدد. بالطبع ما ترى المجتمع الموريتاني كيف كان، غير بعد مسار العادات تهيمن على مساره، وتجبري واحد منا رافض للعادات لفظيا قولا. موريتاني عاني من اللي قالوا الانفصام، بحيث أنك تجبري انفصام الشخصية، تجبري شخص عنده يلعبوا أدوارا متناقضة ومتعددة، هو ثوري مناضل على فيسبوك، وثوري مناضل في دروسه، ومنين يعود في المجموعات يغير، منين يعود في واقعه هو تجي جوالك هو شيء آخر، يخضع للعادات والتقاليد ولا تزال تهيمنه على نطاق واسع، حتى أنها عادة بذار للصراعات الاجتماعية، البعض يتمسك بها ويدافع عنها، والقلة تنتقدها وتحاول الخروج عليها. يغير منين يأخذ رقاش يظهر نموذج وأخذ عليها، يتعرض للكثير من الإساءات اللفظية. موقف تتذكرونه في حجرة الدرس زمنكم تلميذي وزمنكم أستاذ؟ زميلي تلميذي، ما أنا متذكر مواقف ذيك هي حتى ملفت الانتباه، لعينا مثلنا طلاب نعدلوا إضرابات ونتخذوا مواقف تعني الدروس. مثلا مرة قطوا نحن في الجامعة قال لنا عن لا يجينا امتحان، طلعوا لنا مواد وعن أي الله يجي في الكتابي، وعقب طلعت مواد أخرى ما هي اللي كنا نتوقعه. تلاميذ عادة ثانية راجعوا ويركزوا على ذاك اللي نقالهم، وعقب ذاك نجمع عنه إضراب عموما القسم كامل عن مشاركة في الامتحان، وعادة لا بد من تنكتب اللوائح وتوقع الأسماء ياك ما يتراجع حد عنه. هذا الموقف لا أزال أتذكره. وأنا أستاذ نعرف مرة أني قد جيت التلاميذ، أنا كنت نعدل لهم اختبارات شفوية مفاجئة، دائما هذه الاختبارات الكتابية خلي فيها الاختلاس، خلي فيها الغش، بالتالي ما تعرف مستويات التلاميذ، وعدت نعدل لهم اختبارات شفوية. خارج مرة جيت القسم لا ينعدل اختبار الشفوي، وهم قرين أنهم لا يعدلوا إضراب علي، قال لي واحد منهم أستاذ احنا عندنا شيء نقوله لك. قلت لهم تفضلوا. قال لي انت كل اسبوع تعدل الاختبار شفهي وهذا عاد شاغلنا، نعدله بك.
تشاغلنا على المواد الأخرى ولا ترينا عندنا فرصة نراجعه. كان هو ما سعني له هنا نواخذه من هنا واخذه واخذه هو. قلت له والله أستاذ فلسفة من يعد ما يقبل الحوار معناه أنه ما هو أستاذ فلسفة. أنتم مطالبكم شنهي؟ قال لي دوركم تقلوا عن الاختبار الشفهي. كان نراجع المواد الأخرى. قلت له أول شيء لاهين أنا كنت أعدله كل أسبوع لاهين أعدله كل شهر. قال لاهين تاصل بالسنتين الأخرين مواد أخرى ونقول لهم عنهم يعودوا عندهم اختبارات شفوية تموتون يتراجعوهم. قام القسم يتعايد وقالوا لي كان عندنا اختبار مادة واحدة أتيت عدلنا اختبارات جميع المواد أستاذ تم عدلنا اختبارك وتراجعوا عن هذه المطالب. صراع كسكس والعيش على الفيسبوك عالمين به؟ والله إلا عالمين به عالمين به. إلى أي طرفين تميلون؟ لا أميل إلى أي طرف لا معتبر عنه لا كلهم يعبر عن توجه كلهم ضروري في مرحلة زمنية من الأزمنة وقاعد رجاء منين واضب عليه طعام ما أحد عذاك ما هم ملائم غذائيا وظالي عن ثقافيا ملي لا كلهم يعبر عن جهة وتوجه ونمط في الأخلاق في الحياة. من هو صديقكم المقرب؟ عندي ياس من الأصدقاء المقربين لا يمكن أن أختار بينهم. فت وشريت الباس العيد؟ ما فت يا غير بعد يدور الله يسر إن شاء الله. أشبه تلاميذ مدرسة زمزم والله المنارة؟ هذا السؤال يختلف من فترة إلى فترة. هو الأستاذ ذرك لا يختار طلابه بل يأتيه طلابه للدراسة في مدرسة معينة وعيا وعود خاطرين من الطاقم يغير من خلال التجربة إلهي تفرز تلاميذ الجيدين ما نعتبر عن المرحلتين كلهم قد تشبرت فيها تلاميذ جيدين هم مرحلة من المراحل يغير الجودة لا تتعلق بمدرسة بشكل دائم لا تختلف مرحلة المرحلة. منين تأخذوا على تلميذ لكم مقاطع ترفضوه معاكم والله تعطوه باص؟ أنا قاعد ما سعني أعطى باص التلميذ يعني إهانة له عن عنده لا أستاذ وأخذ التلميذ اللي يعطفه معه هذا التنهاك ولا هذا. بالنسبة لكم من هو أكثر فيلسوف أخبار ومن هو أطولهم كرة؟ هذا ما التوصيف اللي هو تطبيقه على الفلسفة هم اللي محل نظر به اللي هو الفلسفة يلا تعد طويلة أخبارها وطويلة كرتها هي ما هوش مختصر تحتاج الكثير من الكتابة والتحليل والتفكير وهذا هو اللي يسميها الناس الأخرى اللي ما يمنع الفلسفة طول الكرة والفلسفة لا بد لها من ذلك. لو كان لكم أن تلعبوا شطرنج أو ضامت مع أحد الفلاسفة من تختارون؟ لا أعرف فيلسوفا يمارس هذه الألعاب مع أني بعد منين يطلب مني لأن اختار فيلسوف ألماني قال له هيجل. تنوع ضيوف البرامج واختلاف مشاربهم كاسرين والله مشجعين عليه؟ والله هذا السؤال اللي قد فكرت فيه مرات بصراحة باللي ظاهر اللي عن أني أنا كنت أختار اللي يعود نماط من الضيوف معين يغير منين أعدت النظر وفكرت فيه وقالي أنتم عندكم جمهور متعدد وذي الجمهور المتعدد لاهي تراعوا تعدد المشارب والتوجهات وبالتالي لاهي كل جمهور جبوله الضيف اللي يلائم له غير عيت نلاحظ حكم عيت تستضاف شخصيات وازنة وعندها مكانة كبيرة بعد عموما وتجبر التفاعل معها قليل بينما من يجيبوا شخصيات من نمط آخر يواركم يتفاعل معها عادي وهذا يدل على اهتمام المجتمع وتوجهه والغالب على نوعية جمهوري البرنامج يعرفهم الرواية مسألة أخرى وهي تعدد الأسئلة معناها نمط الأسئلة تشابه تقارب تشابه هم اللي ملاحظ. ندوروا طلعة وقاف وبيت من الشعر من إنتاج أستاذ الفلسفة ألا عندي شيء إيه تنقول يا غير معها ما جبت معي وين هي جانبة من الهول بمذيلتها من الفلسفة؟ هو الفلسفة فلاسفة تناول الموسيقى والغريب في الأمر عنها تناولوها في العلوم الرياضية مع الرياضيات لأن هي علم دقيق وتحتاج لنوع من الدراسة معمقة ودرسوهم ملي من حيث علاقتها بالنفس الإنسانية لأن كنت يارك منين تخرصي الموسيقى يوالك رقاش تم حزين إلين يسمعها يشرح صدره والله حد تم على وضعية طبيعية
اللي يسمع شمن الهول يأثر فيه ويكتسي حزنا. هذه إذا سؤال ذو شنو علاقة الموسيقى بالنفس البشرية؟ لماذا من هناك بعض الرجاج شمن الأعصاب تلا يخبط، شمن الأعصاب تلا يخبطهم، يأثر هذا في نفسية المتلقي؟ هذا سؤال تناوله الفلاسفة وعالجوا علاقة النفس بعلاقة الموسيقى بالنفس. الإنسان فيها شيء حزين وفيها شيء يفرح، وبالتالي هذا موضوع فلسفي، موضوعات اللي يدخل في علم الجمال، فلسفة الجمال والجماليات عموما. موف موريتل تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. هذا المصباح يدل على الضوء، والضوء عموما في تاريخ الفكر البشري يدل على الجانب الاستقامة، الوضوح، رجاج اللي ضوء معناه رجاج اللي الماشي ما وجاحت شيء، لا يخفي الأمور، ودل الاستقامة عموما. حتى بعض الديانات القديمة تحدثت عن إله النور واعتبرت عنه هو إله الخير، معناه النور يدل على الخير والجانب الإيجابي للحياة عموما. جيد، هذا لوح تقليدي ولعب دور أساسي في حضارة المسلمين، حتى الحضارات البشرية كاملة كان اللوح هو وسيلة التعلم. وعندنا نحن الموريتانيين مجتمع بدوي، يقول الأنثروبولوجيون اللي زارونه عن المجتمع البدوي الوحيد المتعلم. عادة العلم ما يظهر في البادية يظهر إلا في المدينة. البادية معناها مكان الجهل، والمدينة مكان العلم، بينما العكس عندنا نحن مجتمع البدوي الوحيد المتعلم هو مجتمعنا. وقام هذا اللوح بدور كبير في ذلك. هذا كتاب أساسي وضروري، هو كتاب رواية عنده عبقرية المدات، ما قد قريته يا غير بعد كاتب وشخص احترمه تعرفت عليه. والكتاب الجيد هو ذلك الذي يثير لدى قرائه حوارا مع أو ضد، وقطعا عن هذا الكتاب أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يدل على أهميته وقيمته. هذا الطبشور كما بغي أن يحترمه الجميع. لماذا؟ لأنه فيه اللغات فر، لغات كاملة لديهم، كاملة في هذا الطبشور، في الأحرف فر. وهذا الطبشور هو اللي به قراوا مدرسين والأساتذة، تخرجت أجيال رؤساء وزراء. لولا هذا الطبشور ينبغي أن نحترمه لقيمته هذه. جيد، هو مرتبط بالأدوات كاملة. ثم هون جايبين الإثمان ولا شيء عن التعليم، ما لاحظت شيء. هذا مولي اللوح، وهذا لوح مدرسي. الفرق بينه وهذا اللوح أن هذا تراثي، يا غير الله عندهم نفس الوظيفة، هذا للتعليم وهذا للتعليم، هذا المحضرة وهذا المدرسة، وبالتالي تختلف تتفق الأدوار، الوظيفة واحدة، يا غير يختلف الأشكال باختلاف الأزمنة. ثم اليوم المستاذ معكم جايبين ماوش يعني كلمة تصف التعليم في موريتانيا. التعليم في موريتانيا يحتاج إلى إصلاح جدي. هذه الساعة الرملية تدل على أن الزمن بالنسبة للإنسان يعتبر بعدا أساسيا من أبعاده، وهذا الزمن مشكلة، هو يغير الأشياء، وحاول الإنسان التكيف معه. وحتى الكتابة والبرامج، أنتم ماركاتي تصورون وتكتبون مرحلة من مراحل الزمن،
وسنأتي إلى مرحلة أخرى يكون هذا أرشيف وتاريخ. وبالتالي تعتبر الساعة لا نوع مقياس من الزمن، طريقة التعامل معه، تنظيمه، ترتيبه. أيوة متابعي الأعزاء، نشكر موقع تواتر، منصة تواتر على هذا على هذه السانحة، ونرجو لكم أن تكونوا قد استفدتم من هذا اللقاء، وشكرا للجميع.